وينضم إلينا من حيفا أمير مخول، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك أستاذ أمير. إذن يعني حتى الآن هناك ربما تضاربات في التصريحات الإسرائيلية والموقف، محاولة قراءة الواقع، وهذا الفارق الكبير بين يعني الخطوات التي تتخذ سياسيا والتصريحات السياسية وبين التقديرات الجوانب العسكرية. كيف نقدر ما يجري داخل الحكومة الإسرائيلية الآن؟ يعني الحديث جوهري جدا حقيقة، التباين بين موقف الجيش وموقف المؤسسات السياسية. الجيش يرى أن أولا الحرب استنفذت ذاتها وانتهت عمليا العمليات الحربية، ولا داعي لعمليات أخرى. كل إطالة لأمد التواجد الحربي الإسرائيلي في غزة من دون أهداف عمليا يؤدي إلى تآكل ذلك. المؤسسة السياسية وبالذات الحكومة بقيادة نتنياهو ترى بأنه هدفها هو القضاء على حماس وليس فقط إنجاز المهام العسكرية الأساسية، وهي السيطرة الكاملة. في اليوم تحتل غزة، قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وتسيطر عمليا وتسيطر بالنظر. لكن كل ذلك لا يكفي من حيث المردود السياسي لنتنياهو. الجيش يحاول أن يؤكد أن ما يحدث في غزة اليوم هو صورة انتصار ما حدث عمليا، بمفهوم أنه إسرائيل يعني الجيش نجح في القضاء على القوة العسكرية الأساسية لحماس، بقي طبعا لديها قوة لكن لا تستطيع أن تقوم بهجوم مثل 7 أكتوبر كما يتحدثون. وأيضا بأنه عمليا سيطر على، هي لا تستطيع أن تحكم اليوم ما دام الاحتلال هناك، وهذا يراه الجيش هو الانتصار. نتنياهو يريد صورة انتصار بشكل آخر، يريد إما رأس استنوار أو يرى الأسرى الإسرائيليين محررين من دون أي ثمن، وكلا الأمرين غير قابل للتحقيق وفقا للجيش. لذلك الحكومة عمليا تتورط أكثر فأكثر في قراراتها. الحكومة الحالية بعد انسحاب جانس باتت أكثر ضعفا، صح هي أكثر تماسكا وأكثر عقائدية لكنها أكثر ضعفا من مفهوم اتخاذ قرار استراتيجي. الجيش يريد الانسحاب من غزة والتوجه إلى الشمال، أو إنهاء الحرب في غزة وليس الانسحاب، والتوجه إلى الشمال الحدود اللبنانية، وهذا ما يتحفظ عليه حتى نتنياهو حاليا، لأنه هناك تقديرات أن الجيش غير جاهز. لذلك لا يزال انسداد الأفق السياسي هو المسيطر الإسرائيلي وهو سيد الموقف. يعني ربما هذه التقديرات التي تحدث عنها والجميع أستاذ، وربما الجميع أيضا يسأل، هل هناك فعلا خطط يضعها وتضعها الحكومة الإسرائيلية في سياق ما يجري الآن، أم أنها محاولات، فقط محاولات القفز إلى الأمام، ويعني محاولة تقدير ما يمكن الحصول عليه من يعني أرباح على الأرض؟ معظم التقديرات تؤكد أنه لا توجد خطط استراتيجية لا في الجبهة الشمالية ولا في غزة. حتى الخلاف لا يزال قائما بشكل جوهري على ما هو اليوم التالي، هل هو الآن أم هو يوم ما سيأتي وفقا لنتنياهو بعد القضاء على حماس والانتصار العظيم الذي تحدث عنه قبل فترة ثم تراجع عنه. لا توجد خطط، توجد خطط ماذا لا تريد إسرائيل، لكن لا توجد، هذه ليست خططا، هذه مبادئ كان إسرائيلية عدوانية، لكن لا توجد خطة ماذا تريد إسرائيل حاليا. وما تريده أحيانا يتحدثون عنه مثل إقامة يعني وكلاء من العملاء الذين يتعاونون يكونون عونا لإسرائيل في إدارة شؤون الاحتلال في غزة، هذا غير وارد فلسطينيا. لذلك الأمور معقدة جدا من حيث وجهة النظر الإسرائيلية. فيما يتعلق بلبنان هناك احتمالية يعني للتصعيد، هناك رغبة لدى أوساط واسعة بالذات في الجيش للتصعيد الحربي في لبنان وتسجيل ضربة كبرى، لكن لا يزال غير واضح ماذا سيكون إسقاطات ذلك، وهل إسرائيل تتحمل أيضا الثمن إلى ذلك. وهناك أيضا نوع من التعب الكبير والإرهاق في داخل الجيش، وهو ما تتحدث عنه عائلات الجنود، لأن الجنود لا يتحدثون مباشرة ويؤكدون أنهم لا يريدون أن يخدموا في الجيش في حرب سياسية أو حرب طموحات سياسية،
أو حرب التي فيها جزء من الشعب الإسرائيلي اليهودي يتجند وجزء من اليهود لا يتجند بإشارة إلى المتدينين. لذلك الأمور معقدة كثيرا إسرائيليا، أعتقد لا يوجد أفق. قد تكون الصفقة هي المنقذ الآن لحكومة نتنياهو بنحو يعني تغيير جدول الأعمال ونوع من أخذ النفس ما يسمى من أجل التخطيط لما سيكون لاحقا. لكن حاليا لا أعتقد لدى الولايات المتحدة ولا لدى إسرائيل تصور متكامل ماذا سيكون الوضع عليه بعد الحرب، ومتى سيكون بعد الحرب، وهل سيكون ما يطلق عليه اليوم التالي للحرب. نعم، يعني بما أنك أتيت على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام قليلة كان بلينكن في المنطقة وزار إسرائيل، الآن أيضا هناك أنباء عاجلة تتحدث عن نية جالانت بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية قريبا خلال المرة الثانية في منذ بدء الحرب على غزة وحتى الآن للقاء عدد من المسؤولين بإدارة بايدن. يعني كيف من الممكن أن نقرأ هذه الزيارة من حيث التوقيت والأهداف، وخصوصا أن أيضا يعني عمليا هناك تواصل مستمر بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية؟ بالنسبة لنتنياهو هناك هو غير مقبول أمريكيا، هناك ثلاث أشخاص قد يكونوا مقبولين. جالانت الآن بعد انسحاب جانس وأيزنغوت من قبل الحرب بقي جالانت هو يعني الأكثر، وهناك مسؤول الأمن القومي والوزير درمر المقرب جدا من نتنياهو والمسؤولين عن القضايا الاستراتيجية. لكن زيارة جالانت أعتقد سوف تتوقف عند موضوع الحدود الشمالية أكثر منه اليوم التالي، لأن اليوم التالي هو قرار سياسي. جالانت يذهب بزيارة أمنية في نهاية المطاف، ويريد أن يضمن يعني هناك تخوف. بدأت تحدث عن الولايات المتحدة اليوم على في لسان الصحف العبرية الإسرائيلية، وهو أن إسرائيل تسعى إلى الذهاب إلى حرب في لبنان، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تقف جانبا إلا أن تتورط فيها، خاصة أنه ممكن تتحول أو التقديرات تتحول إلى حرب إقليمية بمشاركة إيرانية أو 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 جهات أخرى عربية مثل المجموعات يعني ما يسمى وحدة الساحات. لذلك الولايات المتحدة كما يبدو تدخل، وهذا يخيف الولايات المتحدة. وفي حسابات هذا يأتي على حسابات أولويات أخرى، وهي أوكرانيا، وهي الصراع مع الصين، وهي التنافس على وضعية دول الخليج، وبالذات العلاقة الأمنية مع السعودية. كل ذلك قد يتأجل الآن أمريكيا. لذلك الولايات المتحدة قلقة، كما يبدو هذه الزيارة تندرج في هذه الخيط. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من حيفا الأستاذ أمير مخول الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية.